السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي سهلة جدا في الاستخدام، مجرد تختار الموضوع اللي انت عايز تعمله، هو يكتب لك المقال او يكتب لك المحتوى الدعائي. هو بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، حدد له بس انت الموضوع، اديله المعلومات، هو يعمل لك صياغة ينفع ان انت تسوق من خلاله المنتج بتاعك. هو بيعمل تدقيق نحوي وتدقيق املائي وبيظبط المصطلحات ويعمل ترجمة لأكثر من لغة.